ما فتئت مدينة الانبعاث أجدير تؤكد طموحها في أن تصبح فنياً واقتصادياً محط اهتمام رجالات الفن السابع المهاجرين عبر العالم، حيث أصبحت عاصمة جهة سوس مسا درعا بؤرة لتجميع عطاءات أبناء المغرب في المهجر، ومعهم العشرات من المبدعين العرب والأجانب في مجال الصورة السينمائية للتداول والتقارب ومشاهدة إنجازات بعضهم البعض. مكانة أجاذير كعاصمة لسينما الهجرة تكرست أكثر هذه السنة مع انعقاد الدورة السابعة لمهرجان السينما والهجرة في الفترة التي امتدت ما بين 10 و13 من فبراير 2010، والتي أكدت أنه مهرجان أضحى من المواعيد القارة للفن السابع. جمهور مدينة أجادير الغفير المكون من ساكنة المدينة وضيوفها المغاربة والأجانب تدفقوا على قاعة سينما ريالتو للاحتفال والاحتفاء بشمعة سابعة توقد لتزين فضاء مدينة تهفو لكل ما هو فني أصيل وجميل. حفل الافتتاح بدا مغربياً حقيقياً، ومبدع المهجر يحتفى بهم وبحضورهم من خلال كلمات لخصت عمق المشاعر والروابط التي يكنها المغرب لأبنائه في أرض الغربة، وعمق الروابط التي لا ولن تنقطع رغم بعد المسافات، مثلما رحبت بمبدع الصورة الأجانب ضيوف المهرجان من مخرجين ومنتجين، مثلما ذكر السيد إدريس مبارك رئيس جمعية المبادرة الثقافية الجهة المنظمة الأسباب التي جعلت هذا الحفل الثقافي يراهن ويختار شعار الانتصار لسينما الهجرة. نختار دائما شعار الهجرة في السينما أو سينما الهجرة أو سينما المغاربة المهاجرين، هذا هو الإطار العام الذي يشتغل فيه المهرجان ويقدم على ضوئه مجمل الإنتاجات السينمائية التي تقارب تيمة الهجرة من مختلف جوانبها وزواياها المتعددة، خصوصا الجانب الاقتصادي والسوسيولوجي والثقافي والسياسي أيضا. فالإنتاجات السينمائية التي أصبحت تقارب هذا الموضوع أصبحت متعددة وضخمة، بالإضافة إلى كون بعد الانتاجات التي تعاطت لهذه الظاهرة خصوصا أفلام كبرى حازت على جوائز تقديرية، جوائز كبرى من مهرجانات دولية معروفة. رئيس الدورة السيد محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، جاءت كلمته لتؤكد على أن موضوع السينما والهجرة له راهنية كبرى بالنسبة للمغرب وللفضاء المتوسطي كفضاء ظل دائما منذورا للهجرات عبر التاريخ. التأكيد على أن موضوع الهجرة والسينما هو موضوع عند مرة أخرى عنده راهنية كبرى، لا بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة للفضاء المتوسطي وأيضا على المستوى العالمي. فكل دورة من خلال النجاحات التي تتحقق تتبين على أن المقاربة أو الإطلالة على قضايا الهجرة من زاوية السينما هي فيها قيمة مضافة بالنسبة للسينما وبالنسبة للهجرة. بالنسبة للسينما لأن السينما رافقت دائما قضية الهجرة، وساهمت في كتابة تاريخها، واليوم تساهم في تحسيس الرأي العام حول كل ملابستها. ولكن كذلك بالنسبة للهجرة، فالهجرة هو موضوع غني وموضوع دائما كان يشجع الإبداع، وموضوع ديال التحسيس بالنسبة للرجال السينما. بعد الكلمات جاء وقت الفرجة الحقة مع الشريط البلجيكي لباغون. بدءا تم تقديم طاقم الفيلم المكون أساسا من شباب مغربي مقيم بالخارج إلى جانب الممثل القدير صلاح الدين بن موسى. مخرج الشريط نبيل بن يدير عبر عن سعادته وافتخاره بجذوره المغربية واعتزازه بالاحتفاء الذي خصص له ولفيلمه. très très fier d'être dans un festival où tout le monde peut venir voir un film en ouverture, ce qui est très rare maintenant parce que l'ouverture c'est devenu très select où personne ne peut rentrer, c'est où les grands pontes vont des festivals un peu partout dans le monde. Là voir que le peuple aussi peut venir rentrer voir le film, c'est ça qui me fait plaisir.
lui imprégner des barons. Ouais, comme ça, si tout se passe bien, Inch'Allah. Attends, tu sais ce que ça veut dire, Inch'Allah? Bah oui, ça veut dire peut-être. La possibilité de faire les barons, c'est un grand honneur parce que ça raconte notre histoire, déjà d'une chose, en tant que Bruxellois. En plus de ça, dans le ton de la comédie. Donc, que du bonheur, quoi. Donc, le message, il passe super bien. Et pour moi, c'est une grande occasion. C'est une première fois. J'avais pas encore tourné de film avant. Et là, j'ai l'occasion de jouer avec des grandes stars comme Salahdin Ben Moussa et des acteurs aussi flamands et francophones. Et c'est le bonheur, quoi. هذا شرف كبير أن الفيلم لي بارون يتعرض في الافتتاح ديال المهرجان ديال أكادير في موضوع الهجرة، السينما والهجرة، وشاهدناه مع الجمهور، وكان واحد التجاوب كبير مع الشريط، لأن الشريط كيمس المغاربة كاملين، لأن كنا عندنا من العائلة مهاجرين. ثم هذه خطوة بالنسبة لي جديدة في هذا الشريط، لأن تعاملت مع شباب مبدعين كممثلين وكالمخرج نبيل بن يدير واللي هو سيناريست في نفس الوقت. وكان هذا الدور هذا ضاف لي خطوه كبيره بالنسبه للسينما العالميه، لان في اوروبا الان الشريط يعرض وعنده واحد النجاح كبير. وبحيث واحد الممثلين قال لي واش ما غاديش تهاجر لفرنسا، راه الان الناس كيهضروا عليك المهتمين بالسينما. قلت له انا بدي لك كان شي اقتراح، اقترحوا لنا باش نهاجر في مره، راه ما يمكنش نبقى هنا في بلادي. وحفل الافتتاح يتابع فقراته بسلاسة ونظام. نتساءل مع الدكتور عمر حلي باعتباره واحدا من شباب المدينة عن مدى استفادة أكادير من هذا المهرجان. المهرجان أولا تمكن من أن يكون مهرجان دائما معتمدا في سيرورة منتظمة في مدينة تحتاج إلى مثل هذه التظاهرات. المسألة الثانية هو المزاوجة بين الفرجة بين الجمهور الواسع، ولكن أيضا التفكير في قضايا الهجرة في علاقتهم بالسينما. المسألة الثالثة هو أيضا إشراك الشباب في مخابر ومختبرات وأوراش للتكوين السينمائي، وهذا كان أعتقد أنه اليوم في دورة سابعة يمكن أن نقول بأن هناك تكاملا بين هذه الأطراف الثلاث، والجمهور الحاضر معنا بهذه الكثافة والسينما الملأة بالمتفرجون والجمهور، كنظن أن عطينا هذه الاستمرارية. برنامج الدورة السابعة جاء غنياً بفقراته وأنشطته الموازية، وكذا أوراشه والتكريمات المقترحة لأسماء مغربية فنية. هكذا تم تقديم عشرات الأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة، إضافة إلى أفلام وثائقية توزعت ما بين القاعة السينمائية الوحيدة بالمدينة وقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لشباب جاء لتقديم همومه الإبداعية ومعالجة قضايا الهجرة والمهاجر وتبعات التمزقات النفسية والاجتماعية التي يعيشها المهاجر، مثلما تم تقديم أشرطة وإن كانت لا تعالج قضايا الهجرة فهي أفلام من إبداع مخرجين مهاجرين يعيشون في أرض الغربة لكن دون أن يفرطوا في هويتهم المغربية الأصيلة. Vous abandonnez les maniaques, je trouve ça con de votre part. Tu parles de quoi là? Ben oui, c'est votre truc, vous savez rien faire d'autre. Question de responsabilité. La participation des réalisateurs d'outre-mer, on va les appeler comme ça ici au Maroc, elle est double. Il y a le premier aspect, c'est le fait que les réalisateurs d'outre-mer puissent rencontrer un public marocain dont ils sont d'origine, parce qu'on est la deuxième génération, donc nos parents viennent du Maghreb. Donc un peu ce retour de source, d'échange à la rencontre de ce public-là. L'autre aspect, elle est un peu plus artistique, dans le sens où on a automatiquement on a une double culture. On a, en tout cas me concernant, j'ai une culture belge, mais j'ai aussi une culture marocaine. Et donc c'est aussi intéressant pour le public de rencontrer ces réalisateurs qui viennent de l'extérieur et qui ont un regard un peu différent sur ces thématiques-là. Samir, afin. Bonjour. Bonjour. Alhamdulillah. Et au qui des